ومشايخ وعيال بلدية جالو. قل أن هذه الحكومة الشرعية وأن هذا المجلس هو الوحيد وأن عليهم الأشكال المهمة التي تعمل بها حالياً. ونضيف إليهم فقيدكم اليوم هو ثروة وسلاح أيضاً تستعمله الدبلوماسية على أرواح الشهداء الذين قضوا من إمام المسجد وراجل الأعمال التطوعية في المدينة. لعل فكرة الصالون السياسي الليبي هي فكرة نقلة نوعية في نقطة هي جوهرية جدا، إن العوادم أسباب الصراع في هذه المنطقة كانت بسبب عدم استعداد هذه الدول للاستثمار في مياه البحر. خطوات عملية وما مدى إمكانية تطبيقها؟ إن المناطق كل منطقة حسب ظروفها. إحنا محتاجين إلى بنك معلومات، تبنى بنك معلومات تبني على كل كفيلة بتغيير مجرى الأحداث في قادم الأيام. حاور معهم، لكن غدا نستطيع أن نفرض شروطنا ونقول لهم من يريد أن يعمل عليه مسؤولية اجتماعية. عضو في لجنة الاتصال. محدثكم السفير عبد السلام الرقيعي مدير الصالون السياسي الليبي بوزارة الخارجية الليبية. يطيب لي أن أتحدث إلى هذه الوكالة عن الصالون السياسي الذي انعقد في انعقاده السادس في مدينة جالو. تناول حوالي 6 محاور عن الدبلوماسية النفطية الروسية تجاه الاتحاد الأوروبي، الدبلوماسية النفطية في شرق المتوسط، والدبلوماسية النفطية في 73، وكذلك تقسيم الثروة وتنويع مصادر الدخل بالنسبة للدولة بين الاقتصاد الريعي وأنواع أخرى من الاقتصادات. تحدث في هذه الندوة أكثر من 6 متحدثين.